السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الشيء الذي ينفع هو الأمور الجذرية، مو السطح. السطح لا ينفع، وذلك السطح دائما إذا لم يكن هنالك عمق وخلفية مشرف على الزوال والفناء والانهيار، بينما إذا كان الأمر عميقا وجذريا هذا الأمر يبقى ولا يفنى. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الأمر يجب أن يكون بتعقل، بتوئدة، بتفكر، بمقايسة، بمقارنة، بحزم، بالمقاييس. أما إذا لم تكن الأمور هكذا، من الطبيعي أن الأمر الذي لا تعقل فيه ولا حزم هذا الأمر لا ينجح. نعم، من الممكن أن الشعارات تمشي مدة، أما هل يمكن بالشعار يتقدم الإنسان؟ هذا مو معقول وليس بممكن. فاللازم أن الإنسان يأخذ أموره بتعقل وهدوء وتوئدة وتفكر ومقايسة. الشيء الأول جذرية الأمور، الشيء الثاني الهدوء والتعقل والتفكر. الله لما خلق العقل في حديث قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له وعزتي وجلالي لم أخلق خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب. التعقل الذي يميز الإنسان عن غيره هو التعقل، يعني الإنسان الذي يتعقل الأمور والإنسان الذي يفكر والإنسان الذي يقيس الأشياء بعضها ببعض حسب هذا الميزان الإنسان يتقدم، وحسب هذا الميزان الإنسان يتأخر. الإخوة كطلبة، تكلمنا حول موضوعات في بعض المجالس السابقة. الشيء الذي يجب أن يفكر الإنسان حوله ويعمل لأجله هو خلاص المسلمين ككل، لأن المسلمين
وحدة واحدة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون في تواددهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلمون واحد، ليس في الإسلام أفغاني وعراقي وإيراني وباكستاني ومصري وسوري ولبناني وفلسطيني، كلهم إخوة إذا قبلوا الإسلام. المؤسف أن المسلمين ككل وقعوا تحت نير المستعمرين الشرقيين والغربيين، ومن الطبيعة أن عملاءهم أيضا يأخذون الدروس من أولئك الكبار، وسببوا تمزيق المسلمين وسببوا الاضطرابات الموجودة في كل البلاد الإسلامية، من قاتل، من سفك دماء، من نهب أموال، من سلب حريات، من تحطيم القوانين الإسلامية تحت الأرجل، الربا في البنوك، القوانين غير ما أنزل الله، الحدود الجغرافية، تقطيع المسلمين بعضهم عن بعض، وإلى آخره. أنتوا بصفتكم طلبة في الحقيقة حملكم أكثر، لأن الله تعالى أكو في الحديث يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب. عالم مو لازم مرجع تقليد، مو لازم معمم، مو لازم عمره 60 سنة و70 سنة و50 سنة. العالم يعني الذي يعرف، الذي يعلم، الذي يدري. ليس من لا يعلم كمن يعلم في منطق الإسلام. في القرآن الحكيم أكفر الآية، الآية تقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. في تفسير هذه الآية الكريمة: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هل لا عملت؟ ليش ما عملت؟ هل لا من أدوات الزجر. فإن قال: كنت أعلم ولم أعمل، عذب. وإن قال: كنت لا أعلم، يقال له: هل لا تعلمت؟ يعني لماذا لم تتعلم؟ أنتم بصفتكم أهل علم وحملة علوم، ضروري عليكم أن تعملوا لأجل خلاص المسلمين. أما أنه دراسة فقه أو عقائد أو كلام أو العربية أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو ما أشبه، هذه كلها حسنة، لكن الكلام في الهدف من هذه العلوم شنو؟ فرد واحد يتعلم علم الطب ثم لا يطيب الناس، هل علمه ينفع؟ فرد واحد تعلم الهندسة كاملا وتخرج من الجامعة مهندسا لكنه لا يبني البيوت، لا يصمم الخرائط، هل هذا ينفع علمه؟ العالم تارك لعلمه هو والجاهل سواء في الحديث. هؤلاء الإخوة بصفتهم طلبة العلوم الدينية، هؤلاء حملهم ثقيل، مو مهمتهم أن يصنعوا منبر وعشر أيام يصعدوا منبر ويحسنوا في المنبر، هذا شيء حسن، لكن مو مهمتكم هذه، ولا مهمتكم
أن تبنوا مدرسة دينية، هذا حسن جدا، لكن هاي مو مهمة، مو مهمتكم. بناء مسجد حسن، بناء حسينية حسن، تزويج عزب حسن، تأليف كتاب حسن، لكن هل هذه هي المهمة؟ لا، المهمة إنقاذ المسلمين ككل. أنت بنيت 1000 مسجد في العراق، وصدام جاء وملأ بغداد خمرا، هل كان من الأفضل أن تعطي الحكومة بيد المسلمين، أو من الأفضل أن تبني 1000 مسجد؟ أيهما أفضل؟ هذا لا شك. في أنقرة إحدى بلاد تركيا أحد أصدقائنا نقل، قال هناك 15,000 مخمر في مدينة واحدة. زين، تروح ابني في تلك المدينة 1000 مسجد، أنت اصنع فرد مدرسة كبيرة 10,000 متر من قبيل مدرسة جابر بن حيان. هاي مو مهم، هذا حسن وجميل، لكن ليست المهمة هذه. المهمة أن الإنسان يفكر في أنه كيف يتمكن أن ينقذ بلاد الإسلام من الربا، من الزنا، من الخمور، من القمار، من التقطيع والتبضيع، من تحطم الأخوة الإسلامية، من القوانين الكافرة التي تجري في البلاد. المهم هذا هو، وهذه مهمتكم. إن صنعتموها صنعتم، وإن لم تصنعوها، في القرآن الحكيم الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، يقال لهم ولكم لماذا لم تصنعوا. ابن مدرسة، لكن ابن المدرسة في هذا الخط، ابن مسجد لكن في هذا الخط، ألفوا الكتاب لكن في هذا الخط. حتى إذا زوجت عزبا ليجب أن يكون في هذا الخط، في خط إنقاذ المسلمين ككل. هناك فرق، أن إنسانا يبني مدرسة أو مسجد أو حسينية في سبيل قرب إلى الله تعالى، شيء حسن وجميل لا شك فيه، لكن هذا أنت ابني 1000 حسينية وهو يأتي ويأخذ المسلمين إلى المباغي، بيده السلطة، بيده القوة، بيده الشخصية، مو في العراق فقط، في بلاد الإسلام على الأغلب والأكثر. الحكومات يوجهون الناس إلى الانحراف الشرقي والغربي كما تعلمون. فمهمة هؤلاء الإخوة أنهم يسيروا في هذا الخط. في الكوفة بعد مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كمثال أقول، هؤلاء الإخوة كانوا موجودين في الكوفة، كانوا يبنون مسجد، كان زين ومو زين، يبنون مدرسة، يطعمون فرد 1000 مسكين يوميا، كان حسن ومو حسن؟ حسن. لكن هل هذا كان أحسن أو عمل مختار كان أحسن؟ أخذ الحكم، أزال كل معالم بني أمية عن الكوفة، أيهما كان أحسن؟ وإذا كنت أنت وتخير أن تبني في الكوفة 1000 مسجد و1000 حسينية و1000 مدرسة وتزوج 1000 عزب وتطعم كل يوم 1000 مسكين، أو تكون مختار، يا كنت ترجح؟ الآن أنت على السبيلين أيضا، وهديناه النجدين، نجدين عن الطريقين، نجد عن الطريق. الواقع الشيء الذي هو انسحب عن البلاد الإسلامية فانسحب بعده كل الإسلام هو الحكم، كان القوانين كافرة في كل البلاد الإسلامية. أنت تصنع مدرسة أو مسجد أو حسينية أو مكتبة أو تقيم قراءة في بيتك 10 أيام، كل حسن كل حسن كل حسن،
لكن ياهو التكليف. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول يأخذ بأحسنها، يعني أكو حسن وأحسن، وأنت مكلف أن تأخذ بأحسنها. إذا فكرتم في هذا الشيء، الأمور تحتاج إلى جذور، مو هوسة، مو شعارات. لأن أحيان الطلبة يغترون، حافظ قرآن، حافظ نهج بلاغة، حافظ أبيات ألفية، يحضر درس الاقتصاد والسياسة والاجتماع، ويظن أنه أدى التكليف، أو ألف فرد 10 كتب أيضا. هذا غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور في القرآن الحكيم، يعني الشيطان الذي يخدع الإنسان ويغر الإنسان. أنتوا لازم تفكرون في الجذور مو في الشعارات والسطوح. احضروا المجالس، واجب. احضروا صلاة الجماعة، ضروري. أقيموا مجالس الحسين عليه الصلاة والسلام، مفترض. ألفوا الكتب، لكن كلها اجعلوها في هذا السبيل. مختار عليه الرحمة كان أيضا يقيم مجالس الحسين، لكن مو كهدف، كوسيلة، كطريق. لازم علينا كل شيء، كل هذه الأمور، المساجد والمدارس والحسينيات والكتب والطلبة، وكل خير واجب علينا، لكن في سبيل، مو أنه كهدف. الأشياء تحتاج إلى جذور، جذر جذر. واحد من أصدقائنا كمثل قصة نقل لي قبل 25 سنة، يقول قبل اغتصاب إسرائيل لفلسطين، لأن أنا أذكر اغتصاب إسرائيل لفلسطين قبل 34 سنة تقريبا، يقول أنه كنت أروح للحج من طريق العقبة التي بيد إسرائيل الآن تقريبا، يقول من هناك رحت إلى حيفاء. قصة قبل 40 سنة، هي القصة قبل الاغتصاب، قبل دولة إسرائيل. ذاك الوقت إسرائيل متواجدين هناك، لكن ما عندهم حكومة، حكومة بيد المسلمين ذاك اليوم قبل 40 سنة. لكن إسرائيل متواجدين، يعملون في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في كل شيء يعملون، ومتواجدين وأنشط من المسلمين. ولا هذا وصل والمسلمين تأخروا وطردوا، لأن الإنسان يعطى بقدر سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول رحت للسوق أشتري فاكهة في طريقي إلى الحج، يعني في طريقي من رجوعي من الحج، أشتري فاكهة. يقول سوق الفواكه شفت كلش فواكه ممتازة وجيدة، من جملة سوق اليهود كان حيفا. يقول من جملة الفواكه شفت فرد فاكهة مثل رقي كبير لكن أصفر أصفر. يقول تعجبت هاي الفاكهة، أنا ما شايفها. رحت على الدكان، هم كانت فرد كمية من هذا مثل الرقي اللي يخلون على الدكاكين شلون. والرقي لعلمكم اسمه الصحيح العربي دابوعة، وإنما يسمى رقي نسبة إلى رقة. رقة منطقة في بغداد ومنطقة في سوريا كانت تزرع فيها الدابوعة، فسميت رقي، يعني منسوب إلى الرقة. فيقول على أنه شفت رقي كبار كالرقي لكنه أصفر. رحت قلت لصاحب الدكان هذا شنو؟ قالت غريب. قلت إيه غريب؟ قال هذا برتقال. برتقال بكبر رقي؟ قال ايه برتقال هذا. قلت ايه زين، اعطيني واحد. ليش كمية اخذته قشرته شفت ايه برتقال، لكن برتقال 6 كيلوات 5 كيلوات. تعجبت، اي برتقال هذا؟
يقول لي سألت منه قلت هذا منين هذا البرتقال؟ قال ما نفس فلسطين. قال شلون هذا؟ قال أنا زرعته عندنا بساتين خاصة هالشكل برتقال. قلت هذا عنده بذر خاص؟ قال لا نفس البذر وإنما ربيناه صار هالشكل. يقول ما صدقته، قعدت وياه تكلمت كذا من هنا واشتريت منه فرد وزنه يعني 100 كيلو. يقول 100 كيلو صار تقريبا 30-40 واحد في قونية، كل قونية امتلأت. قلت له على أنه متوديني أنا أشوف بستان هذا البرتقال حتى علم اليقين يصير عندي. قال فضل. يقول أخذنا تاكسي أو ما أشبه رحنا للبستان، شفت حقيقة هاي بستان برتقال نفس البرتقال. يقول شفت كل شجرة مع البرتقال هالكبرى هالضخامة مثل النخل وبرتقالات متدلية منها، برتقال كل برتقال هالكبر. يقول قلت هذا شلون كلامي أنا هنا في هالكلمة؟ قال حقيقة هذول المسلمين اللي تشوفوهم هذول ما عندهم خلق عمل، لهذا برتقالاتهم تطلع هالكبرى، احنا عندنا خلق عمل. قلت شلون؟ قال هل البستان اللي تشوفه هذا البستان مال قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة وأنا سويت هالبستان، يعني إحنا حفرنا البستان بمقدار 10 أمتار وشتلنا شتلة البرتقال هناك عمق 10 أمتار وملأناه سماد إلى حلق الشجرة. الشجرة بطبيعة الحال تشيل نفسها، تصعد نفسها. السنة الثانية صعدت نفسها، هم لقناها سماد وتراب وما أشبه إلى حلقها. وفي ظرف 15 أو 20 سنة هاي البرتقالة واصلة إلى هنا، مساوية لسطح الأرض. فصارت الشجرة ضخمة وصار البرتقال كبير. لكن عندنا احنا خلق 20 سنة نشتغل هالشغل، انتوا ما عندكم خلق كمسلمين. الاشياء تحتاج جذور يا اخوة مسطحيات، حتى برتقال اذا اردت ان تصنعه هكذا تحتاج جذور. اما فرد درس قرأنا وفرد حفظ حفظنا والله كريم وذهبنا وجئنا وبعد ذلك ماذا صنعت؟ صنعت مدرسة جزاك الله خيرا كل شعال صنعت. لكن الغرب والشرق في بلادك يسرحون ويمرحون، وثم شو الفائدة أنت يصنع في العراق 10,000 مدرسة وحزب البعث يجيك مش الكل؟ فمن الأفضل أن نفكر في إنقاذ مسلمين وفي حكومة 1,000,000,000 مسلم ونجعل كل شيء في هذا الطريق. عندك لنفرض فرد 50 دينار، يجون عندك يقولون فرد مسجد يحتاج إلى الترميم، هل الأفضل هذا 50 تعطيه للمسجد وبتعمير المسجد من أفضل القربات عند الله تعالى؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل هذا أفضل أو هل 50 دينار تطبع به 1,000 كتاب توعوي تطيء 1,000 شباب يقرؤون حتى يعون؟ ياهو أفضل، ياهو أحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فلازم أن يكون حتى دراستك للسيوطي أو لقطر الندى أو أي شيء لكن في هذا السدد في هذا السبيل، حتى تقوي قلمك وتؤلف كتب في سبيل إنقاذ المسلمين ككل. إذا عندنا عقل، إذا ما عندنا عقل، الله تعالى في القرآن الحكيم يقول ولقد ذرأنا، ذرأنا يعني خلقنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. لا نكون من هذا القبيل، لأنه من الممكن أن الإنسان يكون من هذا القبيل.
الله في القرآن أيضا يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لبالو كلش عمل جيد جاي يسوي، لكن بالعكس عمله مو جيد، بالعكس كان عمل أفضل منه، بالعكس كان عمل واجب يسوي وما سوى، وشغل نفسه بأشياء مو واجبة وتوافه. إني أظن أن هؤلاء الإخوة الموجودين إذا حقيقة يشعرون بهذا الشعور ويفكرون بهذا التفكير، اجعلوا كل أعمالكم في هذا الخط، في خط إنقاذ المسلمين، في خط توحيد بلاد الإسلام، في حد إقامة حكم الله في الأرض، كل 1,000,000,000 مسلم اجعلوا هذا الشيء وتنجحوا، لأن الدنيا للعامل. شوف اليهود عملوا وصلوا، شيعين عملوا وهم ملحدون وصلوا، الأمريكيين عملوا وصلوا، بريطانيين عملوا وصلوا، مسلمين ما عملوا ما وصلوا. هذا هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يعني في الدنيا إنسان يرى نتيجة سعيه. خطابتكم، كتابتكم، مجلتكم، حركتكم، فكرتكم، صنعكم، كل شيء في هذا السبيل اطرحوه بهدوء بتعقل. قلنا تعقل، الموضوع الأول كان جذر، الموضوع الثاني تعقل، الأمور تحتاج إلى التعقل، مو عرض العضلات، مو أنا، مو كبرياء، مو غرور، مو وراء الفلوس، مو وراء الجاه والمال والمنصب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في القرآن الحكيم. إنسان كل عمله يصبه في هذا القالب، تعقل، تفكر، توئدة، قياس، مقايسات، حتى يصل ويصل ويصل. لأن الله في القرآن الحكيم وعد كلا نمد، يعني كل الطرفين، احنا ما عندنا مانع، مسلم يتفضل نطيه، كافر يجي نطيه، لأن الدنيا للكل، الآخرة للمؤمنين. كلا نمد هؤلاء، شو واضح كلاهما وصل. أي إنسان عمل في سبيل الله يصل، أي إنسان عمل في سبيل الشيطان يصل أيضا في الدنيا هالشكل، أما في الآخرة خاص بالمؤمنين، لأن الدنيا دار امتحان. فرد واحد أكو شيوعي، هذا كاتب كتاب، أنا قرأت هالقصة في كتابي، كان من الكادر المركزي للحزب الشيوعي العراقي قبل 40 سنة. القصة بعد ذلك الرجل تاب عن الحزب الشيوعي وألف كتاب ضد الحزب الشيوعي العراقي. الحزب الشيوعي العراقي مؤسسه فرد رجل مسيحي اسمه فهد، كان خياط، يعني فرد ضابط من روسيا اجى الى بغداد ونظم جماعة، رئيسهم فهد، فجعل الحزب الشيوعي فرد كادر مركزي أعضاء 18 واحد، وهؤلاء هم الذين جاءوا أخيرا بصدام إلى الحكم. هذا الرجل التائب من الحزب الشيوعي والذي ألف كتاب حول قضايا الحزب الشيوعي، كتاب بالعربي قرأته وأظن ترجم أيضا إلى الفارسية الكتاب، هناك يذكر هالقصة، يقول على أنه إحنا حزب الشيوعي، يعني شنو حزب الشيوعي؟ يعني ضد الله، يعني ضد رأس المال، واضح هذا، يعني ضد الملوكية اللي موجودة في العراق ذلك اليوم. كان احنا كنا فقراء، هو يقول في كتابه،
يقول كلنا احنا كنا فقراء، اجتماعاتنا وين تصير؟ يقول انا ما ادري، يعني هو الرئيس الحزب يقول اجتماعاتنا في فلان مكان وسري هم خفية كلش خفية. يقول نجتمع في فرد بيت ضخم اشوف في بغداد، اتعجب انا هالبيت الضخم شنو الضخم. ثم على المائدة يجيبون مثل مائدة الملوك إلنا، دجاج وسمك وحلويات وأشكال فواكه، أتعجب شنو القصة. يقول صاحب البيت أيضا يجي ويانا يأكل، يعني إحنا عندنا اجتماع أنا مثلا 4 ساعات 5 ساعات بعدين أكل يصير في أي اجتماع اللي يصير، صاحب البيت يجي ويانا يأكل. يقول فريد يوم سألت من هذا صديقنا، يعني أنا ثانوي تقريبا، هو الرئيس هو السكرتير، سألت كان هذا بيت مال منو؟ قال مال فريد يهودي، وهو اليهودي هذا الصاحبة. شنو هذا اليهودي؟ تاجر في الشورجة، أكو سوق في بغداد كلش سوق ضخم ذاك اليوم، أنا أذكر السوق مال اليهود، كان أكبر التجار الرأسماليين مال اليهود في هذا السوق، كانوا سوق شورجة. يقول قال هذا في سوق شورجة من أكبر التجار. شفت هاي التناقض، إحنا ضد رأس المال وفي بيت الرأسمالي ناكل، وإحنا ضد الله وفي بيت اليهودي ناكل. يهودي يعني شنو؟ يعني يعترف بالله، بس الله منحرف مالهم يهوى على الصلاح. يقول أتعجب أنا أسأل من هذا الرئيس مالنا هذا شنو القصة؟ يقول قصة كده، هذا فرد يهودي رحيم طيب طيب القلب، يتعطف علينا هذا الفقراء ما عندنا هديتين. يقول هاي ما يقنعني هذا الجواب. يقول فرد الليلة أصدقائنا ما جايين، أنا رحت، يعني قبل رواحهم أنا رحت، أو أصدقائنا مثلا راحوا أنا بعد باقي، أريد أشوف هذا اليهودي أسأل منه بأي مناسبة. يقول حتى حصلته اليهودي نفسه شايب، كان تاجر كبير وشايب. قلت له أنت تدري إحنا منو؟ قال إيه أدري، أنت شيوعي. قال تدري الشيوعي يعني شنو؟ قال شلون ما أدري الشيوعي يعني شنو؟ قلت تدري الشيوعي ضد رأس المال يعني يحطمون كل الرأس ماليين؟ قال إيه أدري. قلت زين أنت تاجر رأس مالي؟ قال إيه تاجر رأس مالي كبير. قلت زين، قلت تدري إحنا ضد الله نقول الله ماكو؟ قال يا أدري. قلت أنت يهودي يعني شنو؟ يعني الله أكو؟ قال إيه يعني الله أكو، يعني الله أكو، يعني أنبياء أكو، يعني توراة أكو، يعني موسى أكو، كله صحيح. قلت لعد أنت شلون تعزمنا إلنا وتوكلنا هالأكل الممتاز كل اجتماع؟ إذا كل اجتماعهم 3 شهور 4 شهور ما أدري اجتماعهم مش كتر، ما كتب في كتابه. يقول يا ولدي أنت ما تفهم، إحنا نسويكم آلة حتى نتمكن أن نضرب بكم من شئنا. هم يفهمون، إحنا اللي منف. هم يزرعون صدام قبل 40 سنة، إحنا منف. هسه الآن هم عندهم صدق مع صدام ومعتهم ردام، هم مسوي يسوون يصنعون، بس احنا اللي منف. انا اقول كونوا في هذا الخط، مو انه تفكر ان تكون في الخط. اكو مثل يقولون بقولك الحلوى لا يحلو لسانك، مو فكر ان تكون في الخط، في هذا الخط، هذا ما يفيد. لازم تقرأ الكتب، تطالع، تناقش، تبحث، الكتب الاجتماعية، الكتب الاقتصادية، الكتب السياسية، الكتب المرتبطة بالعالم، الكتب الحضارية، الكتب المدنية، من يعمل، ماذا يعملون، كيف يعملون، كيف يصلون، ما هو الطريق لنا. سؤال عن ابن عباس، ما معنى التقوى؟ اتقوا الله ما استطعتم، ما التقوى؟ قال هل مشيت في أرض شائكة؟ السائل قال نعم.
قال رأيت كيف تجمع ملابسك وتضع رجلك في مكان مأمون لا يكون بشوك. قال إيه؟ قال هذا هو معنى التقوى. نحن نفهم العالم حتى نضع أرجلنا في أماكن ثابتة، وما يظهر فرد يوم في العراق الحزب الشيوعي والحزب البعثي، أو في أفغانستان روسيا، أو في فلسطين إسرائيل، أو في لبنان اليهود. هذا معنى نقصد أن تجعلوا في هذا الخط. شوف أي دراسة تنفعك في هذا الخط روح وراه، أي فلوس تصرف في هذا الخط روح وراه، أي اجتماع تسوي سويها، أي منبر اللي تحفظه، أنتم منبريين بعد طبيعة الحال، شنو تحفظون؟ تحفظون الصدق، حسن واجب. تحفظون الأمانة، حسن واجب. تحفظون الصلاة، حسن واجب. لكن هل هذه فقط؟ أو تحفظون إني جعلته عليكم حاكما، في قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. خليفة الرسول ها، قال: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي. هم تقرؤون إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. يعني شنو؟ يعني إذا ظهرت البعثية، الشيوعية، القومية، الديمقراطية الغربية، الخمور، الفجور، الربا، الزنا، تقطيع بلاد الإسلام، تقطيع الأخوة الإسلامية، على العالم أن يظهر علمه. يظهر علمك في الصدق صحيح، في الأمانة صحيح، في الصلاة والصيام صحيح، في هذه الأمور أيضا صحيح تظهر علمك، مو بس تلك الأمور فقط. فالضروري عليكم بصفتكم طلبة منبركم في هذا الصدد، تأليفكم في هذا الصدد، تدريسكم في هذا الصدد، دراستكم في هذا الصدد، حتى إذا بنيت مسجدا وهو حسن لكن في هذا الصدد. يعني المسجد يصير كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مركز تجمع المسلمين، مركز انطلاق المسلمين، مركز تقويم الفكر، مركز إعطاء الرؤية للجماهير، مسجدك في هذا الصدد. شابان تريد، أنت عندك فلوس زواج، هذا الشاب يريد يتزوج وهذا الشاب يريد يتزوج، كلاهما قرب إلى الله تعالى، لكن أيهما أحسن؟ تعطي للشاب اللي هو يؤلف في سبيل إيقاظ المسلمين، أو لشاب ما يؤلف هالشكل تألف، أيهما أفضل؟ فتصرف فلوسك في هذا الصدد. أن قراية في شهر محرم ونريد نجيب منبري ونعطي 10,000 تومان أيضا، كل حسن، لكن منبريان أكو، منبري فقط يتكلم عن الصلاة والصيام والصدق والأمانة وهو حسن وجميل وواجب، ومنبري يتكلم عن الصلاة والصيام والصدق والأمانة وعن الدولة الإسلامية وعن الوحدة الإسلامية وعن توحيد المسلمين تحت لواء القرآن الكريم، تبديل القوانين الإسلامية من القوانين الكافرة، أيهما تعزمهما؟ تعزم الثاني. فأنتوا إن شاء الله بصفتكم طلاب للعلوم الدينية، ولا تقولوا نحن قليلين. النبي الأعظم يقول: المؤمن وحده جماعة. هاي حقيقة، المؤمن وحده جماعة، لأن إذا عمل عمل الجماعة وحده جماعة. لنفرض الآن في قوم المقدسة أكو 50 كاتب، كل كاتب منهم ألف 5 كتب، كم كتاب صار؟ صار 250 كتاب. أنت وحدك بإمكانك تكتب 250 كتاب في ظرف 20 سنة 30 سنة، يعني أنت شنو؟ عادلت كل أولئك 50. المؤمن وحده جماعة. السيد البروجردي الله يرحمه، اللي سامعين باسمه وزائرين مسجده، أحد الأصدقاء نقل القصة قبل 20 سنة أو أكثر، يقول في طهران وحدها بنى 400 مسجد. يعني شنو؟ يعني نجي كل مؤمن بنى مسجد، مسجد مسجد مسجد، حتى 400 فرد بنوا. وش كثر؟
400 مسجد. السيد البروجردي وحده شنو يعادلهم كلهم. المؤمن وحده جماعة، لكن يحتاج إلى التفكر، إلى التذكر، إلى التعقل، إلى المقايسة، إلى المدارات مع الناس، إلى المشي المستقيم في الطريق لا يلوي على شيء، يحتاج إلى هالأمور. وإلا أنتم في المستقبل أحد شخصين، إما شخص مرتفع وخادم، إما شخص عادي وما أكثره في المجتمع. أشخاص عاديين إيش كثر أكون في المجتمع؟ والحمد لله تشوفون في أسواقهم في طهران في أماكن أخرى ناس بكثرة، أنتم أحدهم. وهذا بيدك، وهذا بيدك وحدك، تتمكن أن تكون هكذا وأن تكون هكذا وأن تكون هيك إنسان عادي. النبي عند أصحاب يروحون فوق السطح، سلمان أبي ذر وأصحاب تحت القعر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، مثل معاوية وشرحبيل أبو هريرة، يعد أصحابهم هيك لا يعرفون حتى بأسمائهم. الآن بيدك أنت، أبي ذر بيدك، أنت أبي هريرة بيدك، أنت صحابي هيك. أكو مثل يقولون فلان شي وردة بلا لون ولا رائحة، تتمكن تكون وردة بلا لون ولا رائحة. إيه في المدرسة ورواح ومجيء وصلاة وسلام طيب إن شاء الله، وإذا متى تروح الجنة لا بأس، لأن الله كريم رحيم وهواي ناس يوديهم الجنة، أنت مع هذا وما أنا مع هذا. لكن هل خدمت؟ هل عملت؟ هل تقدمت؟ هل قدمت؟ هل كنت أفر؟ ما أكثر الأفراد. الإمام السجاد في الحاج والناس رايحين للحاج بكثرة هائلة ملايين، وفرض ضجة دعاء وبكاء وقرآن وفي عرفات. أحد الرواة مع الإمام السجاد قال يا ابن رسول الله ما أكثر الحجيج، واي حجاج أكو. الإمام قال ما أكثر الرجيج وأقل الحجيج. ضجة هواية، شعار هواية، أما حاج كم واحد؟ أنت مخير أن تكون من الرجيج ومن الحجيج، لأن كلاهما في الشكل. أنتوا ما دام في أول شبابكم وقدرتكم وفراغكم، اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الآن أنتم ما شاء الله عندكم شباب، عندكم حياة، عندكم فراغ، عندكم غنى أيضا، غنى. هسا حياة بعضكم ضيقة لكن غنى موجودة، عندكم فراغ، فتتمكنون أن تجعلوا من أنفسكم سلمان وأبي ذر، وتتمكنون أن تجعلوا من أنفسكم عمرو عاص وأبي هريرة. أبو هريرة له عينان ولسان وشفتان بس يكذب على رسول الله، وأبو ذر بالعكس ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما تلميذ الرسول، وكلاهما معمم، وكلاهما ملتحي، وكلاهما أسلم على يد رسول الله وجلس تحت منبره وسمع موعظته وحضر حروبه واجتمع معه في الجمعة والجماعة في مسجد الرسول وفي أسفاره، لكن أحدهما أكذب الناس على رسول الله والآخر أصدق الناس في كل حياته، مو فقط على الرسول، على كل شيء. إن شاء الله تعالى اهتموا أن يكون هدفكم هذا الهدف، وكل أعمالكم اجعلوه في هذا السبيل، كل أعمالكم، واعملوا أمورا جذريا
جذور وعملوا أمور بالهدوء وتوئد وتعقل وتفكر. أنا عصبي، أنا ما عندي خلق، أنا كذا، أنا أفضل من فلان. إذن كلمات مع الأناس لا يفهمون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. تتمكنون أن تعملوا من أنفسكم ذلك، وتتمكنون أن تعملوا من أنفسكم هذا، والخيرة بيدكم. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: فتسابق الأعمار، يعني عمرك ينقضي بسرعة ويركض عمرك. اتم اركض، تسابق ومسابقة. صبح اليوم ما كان صبح، صار الليل. بشر يصير صبح، يصير الليل. يعني شنو؟ يعني عمرك جاي يصير بسرعة. الآن الشخص اللي عمره 20 سنة، يعني 20 سنة قاطع عمره المسافة، لكن هو ايش كثر قاطع؟ هو ايش كثر عامل؟ الإمام أمير المؤمنين يقول: فتسابق الأعمار، يعني قبل ما ينتهي عمرك انت اسبقه بالخير، بالعمل الصالح، بالتقدم. نسأل الله أن يمنحنا حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن يوفقنا لتغيير القوانين الكافرة في العالم الإسلامي إلى القوانين الإسلامية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة. قادة يعني كل واحد منكم لازم يهيئ نفسه قائد، مو قائد غرور، قائد عمل. وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. نسأل الله أن يعجل في فرج وليه، ويجعلنا جميعا من أهل طاعته وأهل الجنة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى.